في ميدان سيدنا الحسين وعلى بعد خطوات من مسجد الأزهر أذن مسجد ومجموعة معمارية جميلة جدا اتصممت على الطراز للمساجد العثمانية الموجودة في اسطنبول. حبيت أفرجكم عليها ونعرف مين هو محمد أبو الدهب وليه تسمى بأبو الدهب وإيه حكايته. بس لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس علشان نشوف كل جديد. وحكايتنا النهاردة بتبدأ من عند علي بيك الكبير أحد أشهر المماليك وكان والي مصر أيام فترة العثمانيين، وهو اللي جاب محمد بيك أبو الدهب وعينه في الجيش وبدأ إن هو يرقيه في مناصب الدولة لحد ما عينه في وظيفة الخزندار يعني المسؤول عن خزانة الدولة زي وزير المالية حاليا. ويبقى رد الجميل بإن أبو الدهب يتحالف مع الدولة العثمانية ويقتل علي بيك الكبير ويكون والي مصر ولقب بأبو الدهب، وده لأنه كان من شدة فرحه بالمنصب كان بيرمي الدهب في طريقه على الفقراء والمساكين وعابر السبيل، وعلشان كده هو اللقب بأبو الدهب. وكان دايما بيقول أنا أبو الدهب ولا أمسك إلا الدهب. نبنى مجموعة مكونة من مسجد وسبيل وتكية ومدرسة وحوض وصهريج للمية. تعالوا بقى نشوف المسجد ده. المسجد طبعا هو من المساجد المعلقة. يعني ايه مسجد معلق؟ يعني علشان تدخله هتطلع بسلالم حجرية، وتحت السلالم الحجرية بيكون في حوانيت او دكاكين، ووظيفة الدكاكين الصغيرة اللي بتكون تحت المساجد المعلقة انه من الريع بتاعها بيبدأ يصرفوا بيه على المسجد. وليه 3 ابواب ومدخلين؟ دلوقتي هنشوف المسجد اللي هو رابع المساجد اللي اتبنت على الطراز العثماني، وهنا كان بيبقى فيه تكية للمتصوفين وسبيل لسقاية الماء وكمان حوض علشان تشرب منه الدواب. وأول حاجة هتلاحظوها لما تروحوا المسجد هتلاقوا قد إيه وجود الزخارف المذهبة، طبعا ما هو لصاحبه أبو الدهب، وكمان هو اتعمل علشان يساعد الأزهر في رسالته، فكان هو مكان معمول علشان يستوعب الأعداد المتزايدة من طلبة الأزهر، وكان بيبقى فيه مكان مخصص للإفتاء. هوريكم بقى المحراب، ده محراب مجوف ومزغرف بالفسيفساء الرخامية، وجنب المحراب منبر خشبي عليه كتابات مطعمة بالصدف. اول حاجة كمان هنلاقيها هي وجود القبة كبيرة فيها مجموعة من النوافذ. النوافذ اللي احنا شايفينها ديت كانت وظيفتها الانارة والتهوية، وفي كل ركن في قبة صغيرة وكمان مكتوب الايات القرآنية على حواف القبة. بنشوف دلوقتي كمان دكة المبلغ في الضلع الغربي للمسجد، وهي دكة كان بيصعد اليها المبلغ علشان يردد الأذان والإقامة ورا المؤذن، علشان زمان ما كانش فيه ميكروفونات فكانت دي وظيفة القبة اللي بتعمل صوت مع دكة المبلغ فيسمعها اللي ماشي بره في الشارع ويسمع الأذان. شوفوا قد إيه جميلة الزخارف في العمارة الإسلامية. وطبعا المسجد هو مصمم على الطراز العثماني ويعتبر رابع مسجد اتصمم بالشكل ده. كان في فيديو قبل كده عملته برضو لمسجد اتصمم على الطراز العثماني، وهو كان مسجد سنان باشا الموجود في حارة السنانية بحي بولاق. هسيب لكم الرابط بتاعه ابقوا شوفوا. وده بقى الباب اللي قصاد الازهر من مدخل باب المزينين. كنت معكم من مسجد محمد بيك ابو الدهب. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس علشان نشوف كل جديد. باي باي.